أبروك تصلافك يا مروفك يا مبتدع تو مبتدعي تو فلان كسي مبتدع ناكي تو مبتدعي تو الديف رأي فلان شيخ ناكي تو مبتدعي تو فلان جهتي شيء تو مبتدعي أفنين أفد إسلامي داما قالكش علماء قالكش علماء يد كيفن كتابة بجنة كتب الرجال كتب الرجال يعني معنى أبد سر الرجال السندة حديثة آخرين هندك علماء يا قلت يا أبي مرو في هني مثلا مرجعية أبا شيعية أبا رافضية أبا مثلا قدرية أبا بس هندك علماء دي هرية أهل السنة هنا دي بيش نخير أبيها أهل سنة أبا يثقية أبا يبورية نفسي يمرو بها للعلم نبي علماء نبي عالمي قلت يا أبي تمبتدع تبوك مبتدع ناكر ونايدي قلت يا تمبتدع تشنك تقلت يا أبا أهل السنة أبا يثقية يعني ايك راوي عند جرى علماء ده قول السرحي ان حتى مروفك يا مبتدع يعني بيقف كي مثلا نمروفك يا مبتدع مروفك يا مبتلا بوي طعن دانان عالمك يعني بيقف كي بيقف كي حالي حاضر ايكش علماء هيا نبس بيقف كي هما بشتي امام احمد يهيروا هما كتبوا يدخلوا ايك شوي عالم ترهاتيا وزانا ترك علماء وشهدية علمي بوي دابتن بشتيوي وحتى بيقفك وهو صار متمسك بسنته بها وهن عذاب ونخوشي ديتي سرا سنته تشوي زانا تر ومازن ترنينه بل وقت ايكي قلت يا امام فلان كاس بحث تتكت طعنات دانتتا قلت الرجل ابتلي به بلو بك يبمم مبتلا بي اي معنى ما دي شريكا نقول يا الله با مبتدع او ضالون ايوه قف كتو بس الشيخ اجيب كي بار كده من ابي طعن دانا الشيخ اهل السنة والجماعة مبتدع او ضالة ومضلة نعم فاتراني ابي هميش تشيد بتن شكيم علمية بار بك وقت مروف مسألة بدعات خينة وقواعد ابي تاتنا دانا ضوابط تاتنا دانا سر مسألة بدعية شروط يت ابي علماء دانا بو تبديع كرنا خلقي موانع أريد كوتشينا بتن أجر تشتك دفيا بتو مبتدع بكي تعامل علماء قال أفان مروفتها أريد يعني هندك مبتدع كرين وهندك أنا مبتدع كرين كذي شو تعامل القال واكي أفا همي وقت مروف تخينة لشني كازاني كجارة كي كي مبتدع كي أنا مبتدع دي شو تعامل القال كد نهو صيا وكي في قف كبويا فوضى أفا هني أفا نينا يعني أفا منهج أهل السنة والجماعة دانينا تجارة وشو وقتها جي أبا نهاتيا يعني أبا وكي أمشي وكي بدعكانية بيداوي يعني ساكي مثلا أبان علماء يد معاصر جي هندكا ويد كابن جي أبيد كتب شي كرين سر أبي وان مسألة تانية مسألة أبيد كو إنسان بي مبتدع بتنو بي مبتدعنا بتنو كجارك تشنا وتشنيننو او شروط الدانا او موانع بقول بك امر فنا كيف تتدخلات يدا جا مساله جبر هندي يعني هر بدعك هبت ضلالته مروف دي سردا تشيتن بس فيت مروف زانتن كا او كيشكا او امر بشت بدعه كان او كيشك بدعيه او بدعيه يا بدرست بدعه يعني او خلق بشت بدعه وش نظاني ناخو انت عامل القال مروف مبتدع كراسه او مروف مبتدعه مبتدعك اصليه مبتدعك درستيه يعني هما دفندك مبتدعه تشكي نلقى رأي وانا يعني في قفكيه بالمقلوب لهذه اهلي بدعيه اصليه اساسيه واضح الديار يت اشكرا يت هيلان يت ماين افندك اوا يت اهل السنه والجماعه بيجت عندي اوا مبتدع يعني قالك شوان مروفا شبتن احتمال هي ابن ياسم قالك شوان مروفا بارك الرجا كابتني ردك السر فلاك نادكني ردك السر ملحدك نكريا ردك السر ايك اودي منكري السنه نكريا بس ردوان السركيه دو 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 صنفه اخوان المسلمين خذي بيجي وكي خوينيات لا شوادات دوتشت او افيت نلقلوان سلفيه امروا بنا سلفي القلوان نابت يا سلفيه القلوان نابت ابا نسلف ابا مبتدع ضاله ومضله اخوان شنا امجد متفقين بس نا نبي شكل اوت بشت هكا راوشي ام بجن اهلي بدعينا وبدعت وانت مشانا
بس هر تشتكي حد يخوي هاي بس أبي هني يعني بر خده تو مروبك فاسق يا ظالم يا ملحد يا منكري السنة يا شيعة يا رافضين أبانا خرابي لي من يبدر ليفت جحلك سلفي فاتشنكي نادي فراياتيا نادي فرايا سيدايتيا نادي فرايا شيختيا وحتى دمائك أبا يعني مصيبة راستي جاش برهندي فيتن تبزاني أول جار بدعات شيا وكانجي دي أبا بيتا بدعة وكانجي أوي في بدعة بك دي بيتا مبتدع نهما إكي جارك كتت في بدعة خلد بو نزاني أن حتى أجر زاني بس دفي أوي دليلك هاي حجتك هاي كو أفتش تدرسها وكي قالك علماء چند علماء بقاف كي سر مسألة كي چار پنج رأيت هاي نمعنى وي هر كسا كي في مسألة دوا كي فينا بد أبا مبتدع نا بل كو بدليل كي هل دفي أو دليل أو الديف چتن علماء الديف چون دفي أو بقوة ترى شعبادي.